فتحت مديرية الثقافة والفنون بتيارت المجال لإشراك العديد من الفاعلين للحفاظ على التراث الثقافي للولاية تيارت من خلال ورشات متنوعة جمعت الكثير مما تكتنزه الولاية بشهر التراث. مركز تربية الخيول تاعنا على باش يتميز وباش واش في واش يربي واش يقوم بعمل في هذا وحنا بدورنا كجمعية سياحية رانا ننشطوا في مجال السياحة. هي كي نقولوا السياحة، السياحة راه فيها التراث. من الحاجة الأولى في السياحة عندنا تراث. عبر على ولاية تيارت اللي هي مصدر، هي معمقة بالتراث وفي القديم أكلة تقليدية، ومازلنا نحافظوا عليها، ومازلنا هذا موروث كما يقول لك حنا نحافظوا فيها احنا في ولاية تيارت وحتى الجزائريين كاملين. كما كان للكتاب التاريخي وكذا المخطوطات الدينية والثقافية لرجال الدين والمفكرين العالميين حضورا لافتا بهذه المعارض. لي من رصيد المكتبة يعني متعلق بالتراث، التراث الثقافي من رصيد المكتبة، ومعرض لي مخطوط جاك بيرغ يعني جبناه خصيصا من مكتبة جاك بيرغ من أجل عرضه هنا يعني للزوار. هذه الأبواب التي تضمنت العديد من الورشات الحية كورشة الحدادة الخاصة بمستلزمات الخيل العربي الأصيل، وكذلك ورشة خياطة السروج والمستلزمات الفارس والخيال، ضف إلى ذلك ورشة خياطة الألبسة التقليدية، ورشة الطبخ، وورشة الحلويات التقليدية. يتميز التراث الثقافي بولاية تيارت بغناه وتنوعه، حيث يبقى الكثير من المهتمين في رحلة للحفاظ عليه وتمريره للأجيال القادمة.